الرحمن الرحيم. محدثكم الدكتور محمد غنيم. هؤلاء رأوا الله تعالى في المنام. هذه بعض الحكايات وبعض القصص في من رأى الله سبحانه وتعالى في المنام. وفي البداية ننبه إلى أنه لا يشترط أن تصح أسانيد تلك الحكايات، لأن نشترط صحة الإسناد فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ورد من حكاية أو قصة أو منام فالأمر فيها سهل، لأننا لا نحتج بها، إنما نأتي بها كشيء فيه لطافة بعد أن نعرضه على الكتاب والسنة. أنا أجد أن الشرط الأساسي هو أن نعرض الحكاية أو المنام على الكتاب والسنة وقواعد أهل السنة والجماعة، فإن كانت مستقيمة ولا تخالف قاعدة من تلك القواعد ولا أسسا من الأسس التي بني عليها الشرع فلا مانع من حكايتها. بعد ذلك إن اكتشفت أن تلك الحكاية سندها ليس صحيحا، من السهل أن تلقي بها، لأننا كما قلنا لا نرويها على أنها حجج، ولكن نقول بأن كتب السلف مليئة بتلك الحكايات، مما يدل على قبولهم القول برؤية الله تعالى في المنام، كما وضحنا في الفيديوهات الماضية معنى تلك الرؤية التي تتعلق بالذات المقدسة. ولذلك كما قلت لا يأتي أحد يقول هذا المنام كذا، لا، من السهل أن تلقيه، كما قلنا ليس هو آية قرآنية وليس حديثا نبويا شريف، وإنما أتينا بها من كتب هؤلاء العلماء منذ القديم، تجدها في كتب البيهقي، تجدها في عند ابن الجوزي، في كتب ابن تيمية، في كتب ابن القيم، في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، في تاريخ دمشق، في كتب المؤرخين، لا يخلو حتى الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يحكي بعضا منها في كتبه، سواء سير أعلام النبلاء أو غيرها من كتبه العظيمة، كذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. فهؤلاء أئمة الإسلام لا يتأخرون عن حكايتها في كتبهم، لا على أنها حجة، لأن الكلام ده كررناه وسنكرره، ذكرناه فيما يتعلق برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق برؤيا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يأتي أحد يقول أنتم تحتجون أو أنتم تعظمون أو أنتم، قد بينا حقيقة تلك المسألة وما نقصده من رواية تلك الحكايات، أنها للاستئناس وأنها للاستلطاف، وأنها من شرطها أن تكون موافقة للكتاب والسنة، وإلا ألقيناها ولم نلقي لها بالا، لأنها كما قلنا ليست آية ولا حديثا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كتاب الله، سنة النبي، الإجماع، القياس، كما هو يعني مقعد في كتب أصول الفقه، وليس من الحجج المنامات، لا المنامات التي نرى فيها النبي ولا المنامات التي نرى فيها الله تعالى، وإنما يأتي بها العلماء على قبيل الاستئناس وقبيل الفائدة واللطيفة، فهي من لطائف العلم وليست من عزائمه وليست من صلبه. هذه مقدمة لا بد منها في بداية تلك الحكاية. فنحكي بعضا من تلك المنامات اللطيفة. فمن تلك المنامات ما حكي عن الإمام الآجري رحمه الله تعالى. الإمام الآجري أحد الأئمة الكبار، متوفى في سنة 360 هجرية، له كتاب الشريعة وكتب متعددة، وهو من أئمة أهل العلم. الإمام الآجري رحمه الله تعالى يقول بأني رأيت الله تعالى في المنام، فقال لي سل حاجتك، يعني أطلب. فقلت اللهم اغفر لجميع عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الآجري. فقال، أي قال الله له في المنام، أنا أولى بهذا منك. فالمنام ده لطيف، لأنه يعني يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى، كأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول للإمام الآجري سل حاجتك،
يعني فيما يخصك. فلما قال أسألك المغفرة لجميع عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن الله سبحانه وتعالى قال لا، أنت سل حاجتك فيما يخصك، أما هذا فالله سبحانه وتعالى برحمته وبعطائه أولى به بأن يغفر لعصاة الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. هذا المنام اللطيف. الإمام يحيى بن سعيد القطان أحد أئمة أهل العلم الحافظ الكبير رحمه الله تعالى، متوفى سنة 198، وهو من مشايخ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، هؤلاء الأئمة الكبار. يحيى بن سعيد القطان يقول بأني رأيت الله في المنام فقلت يا رب إني أدعوك فلا تجيبني، أو أدعوك في كذا وكذا مدة كذا، يعني أدعوك في طلب معين أو أسألك سؤالا معينا مدة طويلة ولا تجيبني. فقال يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. فده يدل على يعني على أن الإنسان لا ييأس من استمراره في دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد يكون هناك سبب في تأخير استجابة الدعاء، وربما يستخرج من العبد العبودية والرجاء والتذلل والافتقار إليه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يدعوه العباد وأن يتذلل له ويفتقر إليه. فهذا المنام الجميل عن يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى. الإمام الأوزاعي أحد أئمة الشام من أهل بيروت، إمام كبير، إمام في السنة وقدوة للمؤمنين، توفي سنة 157 هجرية. يقول رأيت رب العزة تبارك وتعالى في المنام فقال يا عبد الرحمن، وقد كان الإمام الأوزاعي مشهورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. فيحكي الأوزاعي يقول رأيت الله عز وجل في المنام فقال يا عبد الرحمن أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كأنه يعني الله سبحانه وتعالى يمدح بهذا. فقلت، ده كلام الأوزاعي، بفضلك رب، أي اعترافي أن هذا بعطائك وفضلك وتقويتك لي، وإلا فأنا عبد ضعيف. ثم قلت، يقول الأوزاعي، يا رب أميتني على الإسلام، فقال وعلى السنة، كأنه يلقنه أنه يدعو أن يموت على الإسلام وعلى السنة، لأن الإسلام أو المسلمون فيهم ما من البدع، فيهم الشيعي وفيهم المعتزلي وفيهم، فكأنه يعني يلقنه أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يموت مسلما مستقيما على السنة غير منحرف وغير مبدل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا جميعا على الكتاب وعلى السنة الشريفة. الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى أحد الأئمة الكبار المشهورين في علم القراءات، يعني لا يتعلم أحد في القراءات إلا ويعلم مكانة الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 328 هجرية. يقول ابن مجاهد رحمه الله تعالى رأيت رب العزة في المنام فختمت عليه ختمتين، اللطافة في المنام يعني قرأت عليه القرآن كاملا مرتين. كيف بقى ما طول المدة ما طول المنام؟ دي مسألة خارجة عن الحسابات العادية، لأنه كما قلنا ده منام. فيقول ابن مجاهد الإمام المقرئ المشهور رأيت رب العزة تبارك وتعالى في المنام فختمت عليه ختمتين فلحنت بموضعين. لحنت يعني أخطأت، اللحن عند العلماء الخطأ في النحو أو في اللغة، فكأنه رفع منصوبا أو نصب مرفوعا، فهذا يسمى لحنا. قال فتألمت،
لما يعني وهو إمام قال فاغتممت لذلك، فالله سبحانه وتعالى علم منه هذا الغم فقال لي يا ابن مجاهد الكمال لي، الكمال لي، أي أنه كأنه يقول أنت في النهاية بشر، فلا عليك أن لحن، فلا عليك إن أخطأت، فالكمال لله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا منام لطيف يدل على تقصير الإنسان مهما بلغ في المكانة كما بلغ الإمام ابن مجاهد، يضرب به المثل في علم القراءات وفي المعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى، يلحن فيعني في المنام رب العزة تبارك وتعالى يسهل ويهون عليه الأمر بأن الكمال لله سبحانه وتعالى وليس لأحد من خلقه. هذه بعض المنامات اللطيفة التي أردنا أن نتحف بها المشاهد العزيز، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.